تدرون شنو هالأرقام؟ لازم تتابعون الفيديو عشان تعرفون الأرقام هذه. يلا تابعوا الفيديو. راح يكون عندنا 4 علب راح يكون فيها 1 و10 و100 و1000. راح نبدي بالدور من الصغير للكبير. والحين توكم شفتوا بالمقدمة إيش راح نسوي، بس يمكن فهمتوا يمكن ما فهمتوا. راح يكون في علب هنيك الواحد فيه نفس الشغلة بس العدد يختلف. طبعا راح نبدي من أول شيء، فالروحة راح تختار، بعدين بوبو، عادل، حنان. زي في رودات؟ إيه في رودات وايد. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا اخترتوا؟ إيه ما أنت تعرفين شو داخل؟ ما أعرف شو داخل أنا. مثلكم ما أعرف. يلا نبطل. إيه أنا ساعد فرح. وين؟ 2 3. الواحد هو ابي شوكه ابي شوكه انا اللي انا ماما انا عندي 999 كليت واحده فموها انت 9 فرح العشرة وانا 100 وانا 1000 يلا كل واحد ياخذ اغراضه انا خليته عنده 1000 عادل كل واحد شوفوا انا خليت مالي وايد لا وايد كان وايد اكبر عجبكم الراوند الاول؟ لا يلا راوند 2 بوبو يقول ما عجبه ما عجبني شوفي شنو طلع لي واحد يا جماعه خلص قبل الفيديو بوبو كان يقول ابي 4 انا قلت ابي 4 بوبو اختاره حنانه صدق كانوا يتهاوشون على رقم 4 اللي مكتوب عليه 4 ورقم 4 في واحد في واحد بس ما رقم 3 انا وقت بوبو يلا راوند الثاني استانستوا بهالجولة؟ ياه! انا بس اقول ايه بس لا هذا مسكين كنت يطلع له واحد 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 يلا جاهزين حق الدورة الجاية؟ ايه بس ما تحسبون تحطون واحدة واحدة لأن تخيل ايه اقعد اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 عشان تعرفون ايش كثر نتعب يلا الحين الجولة الثالثة بوبو كم طلع لك؟ 10 بوبو 10 شوفوا حنا فروحة كتشب فروحة 100 في فلفل اي في فلفل منو فاز بهالجولة؟ عادل عادل كسب نفسه قال انا محظوظ تو وكذي اليوم حظي حلو اعطي الناس وساعد الناس وكذي يلا جاهزين حق الجولة الرابعة؟ جاهزين! يلا الحين جاهزين بطل؟ ايه 1 2 3 ليتس جو ليتس جو شوفوا بوبو طلع لي واحد
اشتري ماكو. انتو تبون فروحة تاخذ الألف صح؟ شنو؟ لأن قبل الفروحة أي أحد ياخذ ألف مثلا تروح مكانه. حلو أخذته هني، فالفروحة ما نقلت هني نسيت، فأنا قلت أكيد حاطينها هني حق فرح بريد. تصدق تصدق عادل ان كل كلامك فاضي واحنا مو مسويين هالشيء؟ والله ظلمنا، كتبوا لنا تحت عادل ظلمنا ولا هو صدق قاعد يقول كذي، قاعد يتهمنا ترى. مامكم احنا ما نرفع. ماما ترى انتم مو معطيني ألف، معطيني 999 على كريت واحدة. كريت واحدة؟ اي شو سويت؟ ايش تعطي واحدة؟ اكيد راح يقول لهم. لا ناخذ واحدة ثانية. يلا، جاهزين حق الجولة الخامسة؟ لأنه هو أقوى أحلى واحد. واحد. أقوى واحد وأحلى واحد وأخيس واحد. شنو؟ أخيس واحد. لا أكثر واحد خايس. أكثر واحد حجوم. أنا ويا أمي يا جماعة، أنا ويا أمي أكثر اثنين نرفع حبوبه بالبيت. يعني قاعد يقصون عليك. ما نقص عليه، هو صدق قوي وحلو. تقصون عليه بس يعني أنا ويا بوبو نتفالم. صح شوفوا بنروحه حنان وبوبو الاصدقاء وعادل وروان الاصدقاء عرفتوا؟ وفرح صديقتي انا وامها. يلا جاهزين حق الجوله الجايه؟ كلهم يقون على كيفهم بعدين يعطوني اللي ما يبونه. توج توج تقررين توج توج توج.
تعال تعال فرح زعلانه. فرح شو تبين؟ فرح هذه احلى جويه. فرح ما تبي 10 دولار؟ في فرح ما تبين هذه؟ انا اخذها. فرح تبي ال1000؟ ترى 10 دولار يا جماعه والله زينه، والله وايد زينه. زعلت عادي انا اخذ 10 دولار. الدولار كم دينار؟ 300 فلس. يعني انت عندك 300 فلس وهذا عادل عنده 30 دينار، بوبو عنده 300 دينار، فرح 3 دنانير. يا جاهزين حق جوله الاخيره؟ اي انا مالي ما حد جاب ما شاء الله، ما قاعد اقول صوت عالي ما حد يسمعني. كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. صغيرة يا ربي. ها انت شنو؟ كبيرة. كبيرة يلا. تنشرون قناتنا بأسرع وقت ممكن. نشوفكم على خير. شو نقول لهم آخر شيء فروحة؟ باي.